صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 60 لسنة 2022 بتعيين مدير في الجهاز الإداري للنيابة العامة، وذلك بناء على عرض النائب العام. جاء فيه يعين السيد سلطان أحمد صالح جبارة المفلاح مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية في الجهاز الإداري للنيابة العامة.